اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده وفيديو جديد هنتكلم فيها عن النصائح وتحذيرات الابراج. هنتكلم عن اخر اسبوع في شهر سبتمبر, والنهارده الحلقه الخاصه بكل الابراج والتحذير واحد خاص بكل الابراج. والتحذير ده بسبب دخول الشمس برج الميزان. زي ما احنا عارفين ان في الخريطه الفلكيه الشمس خلاص ثابت برج العذراء. انا هقول بالنسبه لي انا للاسف عشان انا عذراء, فانا كانت شمس العذراء بتدعمني ودخلت على برج الميزان. في تاثير عرضي هيحصل لكل برج من الابراج, فانا عايزه احذر منه لانه هو هياثر على كل الابراج. التاثير ده هو ان احنا يا جماعه اول حاجه قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين, صحيح, وانتوا برج ايه. الناس كلها بتتفرج عليا قولوا لي انتوا برج ايه, وقولوا لي بتتابعوني من بلد ايه او مدينه ايه, وانتوا برج ايه كمان. تاني حاجه قولوا لي يعني الناس اللي طاقه كل واحد مسيطر عليه ايه, وانا هقول لكم طاقتي في اخر الحلقه. رابع حاجه يا جماعه, انا محتاجه حد بيشتغل في وزاره الاستثمار في مصر. حد يعرف حد له علاقه بوزاره الاستثمار بليز يعني يتواصل معايا. طيب تاثير دخول فينوس وتاثير دخول الشمس برج الميزان هيأثر على كل الأبراج في حتة العلاقات. أنا عايزاكم تركزوا كويس قوي قوي في العلاقات العاطفية أو العلاقات الحب والغرام والزوجية والخطوبة. أي علاقة عاطفية هتتأثر الفترة الجاية. كل الأبراج في تأثيرات عاطفية تحصل لهم. طب إيه التأثير العاطفي؟ كل الأبراج. التأثير العاطفي هو إن أي شخص في علاقة عاطفية عابرة, علاقة مش حقيقية, علاقة مش وطيدة, يعني ركزوا في علاقاتكم الفترة الجاية. هيحصل زي مفترق طرق, يا اما العلاقة هتتدمر خالص وهتبوظ وهتحس ان انت مثلا في ناس كانوا في حياتك اختفوا. كل الابراج الترابية والنارية والمائية والهوائية كله العلاقات هتتقسم عندك لنصين, مفيش تالت. يا اما علاقة هتلاقيها اختفت راحت باظت توكسيك, العلاقة الهشة او العلاقات اللي مش حقيقية هتروح هتتدمر, تبقى انت مش فاهم عمال تقول طب انا عملت ايه, طب ايه اللي حصل, طب انا زعلته في ايه, طب هو مشي وسابني ليه, طب هو الدنيا باظت ليه, احنا كنا كويسين جدا مع بعض وما كناش ما كانش في مشاكل ما بيننا, طب العلاقة الهشة دي مشيت ليه, لانها ما كانتش حقيقية. وده تأثير دخول الشمس لبرج الميزان وفينوس رجع لبرج اللي هو برج الميزان, وعطارد طبعا هيرجع لبرج العذراء. طيب ايه التاثير الحاجه الثانيه, ان العلاقات بقى اللي هي قويه بس مش باينه انها قويه هتتوطد. يعني انت هتلاقي نفسك كده الفتره دي كان مشاعرك وقلبك عمال بيعمل كده, يعني بتروح لناس وتبعد عن ناس. الناس اللي هتروح لهم هي دي الناس الحقيقيه في حياتك, او هي دي العلاقات الوطيده اللي انت محتاج ان انت توطدها ومحتاج ان انت يعني تكبرها اكتر. اما الناس اللي هتختفي من حياتك او هتبعد عنك, اعرف ان العلاقات دي عمرها ما كانت علاقات حقيقيه, وان ده كان الطبيعي ان العلاقات دي تنتهي وتمشي من حياتك. اوكي, يبقى راقبوا علاقاتكم الاسبوع الاخير من الاول اخر اسبوع من شهر سبتمبر. شوفوا هتحسوا بطاقات عاطفيه قويه ولا هتحسوا ان انت يعني في شخص كده مثلا هتحس ان هو يعني سبحان مقلب القلوب, الشخص ده كنت بحبه وبموت فيه وبقابله وعلاقتي بيه كويسه, طب ليه بعدنا, طب ليه الدنيا باظت, طب ليه مشي وسابني. انت هتبقى متجنن ومحتار, بس الحقيقه ان العلاقه دي ما كانتش علاقه هتكمل او كانت علاقه هشه, والتاثير الكواكب خلال العلاقه دي تتدمر. اما العلاقات في حد كده مثلا علاقتك بيه اللي هو هاي باي, تحس ان انت يعني علاقتك مش قويه قوي, تحس ان انت بدات تقرب منه, بدات تتفاهم معاه اكتر. تعالى يا زفت استنوا يا جماعه, انا مش قلت ما تخرجش تاني, مش انت خش don't go out يا براون. فانا عايزاكم تركزوا جدا جدا في علاقاتكم العاطفيه. وحتى انا قولوا لي في ناس فعلا بدات تنفصل او حسيتوا ان في علاقه كده كانت هشه او مهمشه او مش مهمه بالنسبه لك, او انت قلب الشخص ده اصلا مش معبره ومش مهم بالنسبه لك, وفجاه بدات تقرب له بدات تحس. وخاصه الابراج الترابيه, يعني اكتر ابراج هيبقى عندها التقلبات دي الابراج الترابيه والابراج المائيه, اوكي, والهوائيه كلهم بصراحه كله, بس ابراج الترابيه والمائيه اكتر ناس جدا يعني. بس يا هيزل قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه. طيب انا هنقفل الفيديو دلوقتي وهنتكلم عن النهارده عن برج العذراء الاسبوع الاخير, وهنتكلم كمان عن برج الميزان النهارده
واختاروا بقى، هديكوا تو اوبشنز، برج السرطان او برج السرطان او مين بفكر معاكم، سرطان نعمل سرطان او دلو، اختاروا انتوا يعني، اختاروا برج من الابراج دي. واي حد عنده سؤال يكتبه لي تحت. ثانك يو، اي لاف يو، بحبكم جدا، وركزوا يا جماعه فعلا في كل علاقاتكم. يعني انا هقول لكم على حاجه، انا عندي واحده صاحبتي سبحان الله، انا هحكي لكم على موقف، وهي جت سالتني، هي كانت معجبه بشخص، والله العظيم الموقف ده حصل. صاحبتي دي برج العقرب، في شخص كانت معجبه بيه وهو جيميناي، فكان ايه يعني معجبين ببعض وبيتكلموا مع بعض كل يوم، وهي عماله شكة هو بيحبها او مش بيحبها، طب هو تيجي تسالني يا رشا، طب هو عمل كذا، طب هو معجب بيا ولا لا، طب بيكلمني يقعد يحكي لي، يحكي لي عن مشاكله في الشغل ولا لا، طالما الجوزاء، اصل الجوزاء ملول، فطالما بيتكلم وموجود يبقى هو ايه معجب بيك. المهم يا جماعه اللي حصل ان من 4 ايام بالظبط بطل يبعت لها خالص، فهم يعني بيتكلموا اكتر على الانستجرام. فبعدين جت قالت لي رشا ده بطل يبعت لي خالص، قلت لها طب يعني شو سيبيه يومين ثلاثه يمكن مشغول او وراه حاجه وبعتي له تطمني عليه. قعدت طب شريت بعتت له عشان تطمن عليه، ما فتحش المسج. هو جوزاء مجانين وانا بعترف ان هما بيخرجوا من العلاقات بسرعه وده سوبر كريزي، بس مش لدرجه ان هو بيكون بيتكلم مع حد وبيتواصل مع حد وفي تواصل قوي، بيتكلموا كل يوم، بيتكلموا بالساعات وبعد كده يختفي. فبعتت له قالت له طب انت كويس طمني عليك، انا قلقان عليك، ما ردش. اتصلت بيه على التليفون ما ردش، بعتت له على الواتساب ما ردش، وبينزل بوستات عادي، يعني الشخص ده بينزل بوست عادي جدا ويعني موجود، يعني بتشوفه اونلاين وكل حاجه، بس هو تجاهلها تماما. فجاه قلت لها هقول لك على حاجه، يا كنت هقول اسمها، الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف يا جماعه، قدر ولطف. قلت لها بقول لك ايه، على فكره الشخص ده كان بيلعب بيك، او كان بيتسلى، كان عنده وقت فراغ، كان بيصاحب حد وسابه فكان عنده وقت فراغ، فكانت علاقه مش جاده بالنسبه له وكان بيلعب. فقلت لها قولي الحمد لله ان الموضوع باظ وان الموضوع انتهى وخلاص يعني اوكي. بس فسبحان الله كانت هتتجنن لسبب، يعني هي لحد دلوقتي هتتجنن، بتقول لي طب انا زعلته في ايه، هي فاهمه ان هي قالت حاجه زعلته او هي عملت موقف معه. بس يا جماعه الجوزائيين بجد قولوا لي، هل انتوا فعلا مشاعركم بتتغير فجاه ناحيه الاشخاص ومودكم بتتغير فجاه ناحيه الاشخاص ولا لا؟ عندي واحده صاحبتي تانية، هي كانت مرتبطه بحد بعد كده سابوا بعض، بعد كده رجعوا لبعض تاني، اقسم بالله العظيم كل ده الاسبوع ده، هو برج الجدي، بعد كده رجعوا لبعض، سابوا بعض ورجعوا لبعض حوالي 3 مرات. انا عايزه اقول لكم ان هي بتقول لي رشا حاجه غريبه جدا، بقولها قالت لي احنا علاقتنا عماله كده بتطور جدا وعماله ماشيه بسرعه ناحيه ارتباط رسمي، ويعني في كلام بقى ما كانش مثلا بيحكي لي عن اسراره وما كانش بيتكلم كتير، بدا يتكلم عن جدي اصلا ما بينطقش، فبدا يتكلم معايا ولا يحكي لها عندي مشاكل في الشغل، انا عندي حوارات في الشغل وبيحكي لها ومش عارفه ايه. فقالت لي يعني انا مش فاهمه العلاقه دي فجاه ازاي كده بقت كويسه. فيا جماعه ركزوا فعلا، اي علاقه هتبقى قويه الاسبوع ده وهتحسوا انها رجعت من العدم، اعرفوا ان العلاقه دي تستحق فرصه، ان العلاقه دي ماشيه كويس. العلاقات اللي كانت كويسه وفجاه وقفت، اعرفوا ان الناس دي ناس مش حقيقيه في حياتكم، بليف مي. احكوا لي بقى اخبار علاقاتكم الاسبوع ده عامله ازاي، واحكوا لي طاقتكم عامله ازاي. انا طاقتي يا جماعه النهارده كويسه عشان الشمس موجوده، القمر موجود في برجي، فانا ام جود يعني، انا ماشيه كويس يعني، مبسوطه فرحانه، مودي حلو. فانا النهارده يعني بس محتاره، عندي طاقه حيره وطاقه قلق، دي اكتر طاقه مسيطره عليا. كل واحد بقى يقول له النهارده، يقولوا لي النهارده طاقتكم عامله ازاي وانتوا برج ايه، يلا نختبر كده. يعني انا النهارده احسن بكتير جدا من اول امبارح، يعني امبارح برده كان حلو، يعني امبارح والنهارده ام فاين. بعد كده قبل كده يعني يوم الاربع كنت يا جماعه والله العظيم باكل في نفسي، كنت متجننه كده، دي حاجه جنونيه بتحصل فيا. قولوا لي يا جماعه برج الجدي كمان كده النهارده يومه حلو، اكتبوا لي بقى اخبار طاقتكم ايه، واحكوا لي اخبار علاقاتكم ايه، فعلا حاسين علاقاتكم في علاقات بتتقرب بتبقى كويسه جدا وعلاقات بتبقى بايظه ولا لا؟ ويا جماعه انا عايزه اعمل كل يوم فيديو بنات بس، قولوا لي تحبوا نعمله الساعه كام. والناس بتسالني على الروج ده، الروج ده ميبلين ستاي مات، اسمه ميبلين سوبر ستاي قصدي، ومش فاكره الدرجه بتاعته، بس هو اورنج، بصوا متقرنج ازاي. شكرا، باي، مع السلامه. واكتبوا لي بتتفرجوا عليا فين انتوا برجي، لو انتوا من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو من بره مصر بليز تعملوا لاف، واستنوا شويه هنعمل فيديو عن برج العذراء والميزان. باي.